افلام عديده موجوده حاليا بصالات السينما. انا بنصح كل الاشخاص اللي بعد ما لحقوا يروحوا يحضروا الافلام اللي كانت موجوده من قبل، يعني نوفمبر مان مع بيرس بروسنان، ايضا فيلم هيلين ميرن فروم باريس تو بومباي، ذا 100 فوت جيرني كمان ما تروحوا عليكم، روك ذا كسبه للمخرجه المغربيه ليلى مراكشي مع النجمه اللبنانيه والمخرجه اللي كلنا بنفتخر فيها نادين لبكي والنجم العالمي عمر الشريف، كمان روحوا احضرون. وفي افلام جديده اكيد موجوده حاليا بالصالات، اخترت لكم البعض منا للسينما. My name is Christine Lucas and I'm an amnesiac. Tonight as I sleep, my mind will erase everything I know today. ضمن افلام الاسبوع Before I Go to Sleep، ثريلر عن امراه بتفيق من النوم كل يوم من دون ما تتذكر شيء بسبب حادثه مؤلمه صارت بماضيها، مع نيكول كيدمان وكولين فيرث. الفيلم الكوميدي Life of Crime بذكرنا بالفيلم الرائع Ruthless People عن شخصين بيخطفوا زوجة مستثمر فاسد وغني وبيطالبوه بمليون دولار وبيرفض يدفع، مع جينيفر أنستون. There are 200 miles of tunnels right underneath our feet. ولمحبي أفلام الرعب As Above So Below مع بيرديتا ويكس وبن فيلدمان عن فريق من المكتشفين بيغوصوا بأعماق شوارع العاصمة الفرنسية ليكتشفوا أسرار مخيفة. أنا وزينة متفقين دايما وما بنحب أفلام الرعب، مش هيك إذا بتلاحظوا دايما لما بقول ضمن فقرة أو ضمن أفلام هالأسبوع باب السينما بقول لمحبي أفلام الرعب، لأنه أنا ما بحب أفلام الرعب، وزينة أيضا إنما عندها أخبار عديدة موجودة بلبنان، وأكيد الحمد لله النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية ما بتهدى، وده كمان زينة معها ما بتهدى أبدا وبتغطيهم كلهم بأجندة. بونجور. بونجور، بحييك واكيد بحيي كل المشاهدين وين ما كانوا عم يتابعونا بلبنان والعالم. اجندا اكيد يعني صار موعد دايم بدل الخميس صار اكيد الاثنين، وكمان تغير بخلال الاسبوع بدل الاربعاء صار الثلاثه، صرنا ثلاثه اثنين الصبح ثلاثه بالليل. مزبوط. أوكي. صار بدل الساعه 11 10 ونص عبر شاشه تلفزيون المستقبل، فاذا تغير موعد أجندا بدل الساعة 11 المساء صار 10 ونص، تذكروا هذا الموعد، بيتضمن أجندا أكيد كل النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم العربي. بكرة كل مشاهدي أجندا رح تتابعوا رحلة مصر يلي كنا قمنا فيها مؤخرا على الغردقة ومناطق عديدة أيضا مثل سهل حشيش وأيضا سوما باي، وكمان يعني اماكن كثير حلوه سياحيه قمنا بتغطيتها، وهيك كان لنا هيك يعني رحله كثير حلوه بمصر، فاذا بكره كل المشاهدين رح يتابعوها ان شاء الله. رح ننطرها ونعرف قديش مصر هيك كلنا بنحبها بكل مناطقها، يعني ان كانت القاهره وغردقه وشرم الشيخ وغيرها من المناطق الجميله. في موعد كمان مهم لكل اللي بحبوا الفنون يعني بشكل عام، نهار الخميس رح يكون في موعد مهم لكل الناس، افتتاح بيروت ارت فير الساعه 6، اكيد رح يكون الافتتاح الساعه 6، اذا دعوه لكل المشاهدين، ورح يكون الافتتاح ببيال، رح يكون في عدد من الفنانين رح يكونوا مشاركين ورح يكونوا موجودين ايضا. خلينا نبدا مباشره مع اول ريبورتاج معنا اليوم باجندا، وهو تكريم للمحافظ محافظ تبنين الاستاذ نبيل فواز اللي كان كرمه السفير الفرنسي والسفاره الفرنسيه بقصر الصنوبر، رح نشوف بعض المشاهد.
إذن بنوجه تحية كتير كبيرة لمحافظ تبنين أستاذ نبيل فواز، بنقول له ألف مبروك على التكريم يلي صار مؤخرا بقصر الصنوبر من قبل السفارة الفرنسية والسفير الفرنسي باتريس باولي. ورح نتابع مع أجندا، وهالمرة رح ننتقل ونكون مع طالعين على المنصورية هلأ، فإذا من جنوب على المنصورية رح ننتقل للمنصورية هلأ، ورح نكون مع مشاهد من مهرجان المنصورية الأول اللي صار مؤخرا كمان، رح نشوف بعض المشاهد. سوري اكيد هيك. بس لحظه سوري، اكيد كنا بالمنصوريه ولا كنا بالريو؟ لا حلو بالمنصورية كنا، حلو بدي أقول أنه حلو أجواء هيك المهرجانات لما بتصير، وخاصة هيك بالمناطق المختلفة بلبنان، أنه حلو هيك وقت يكون في أجواء الفرح بتعم بلبنان بالمناطق اللبنانية. إن شاء الله دايما رح نتابع هلأ وننتقل لمعرض فني كمان صار، كان أقيم معرض تحت عنوان باكاناليا مع نبيت إكسير ومؤسسة بيدرايا. ننتقل كمان نشوف بعض المشاهد. زيت التام اليوم، وحبينا ناخد فكرة باكاناليا، هي الفستيفال تبع المبيد الواين، نجمع كل هالأفكار مع بعض. وبخصوص شغلي حبيت انه فاجي لوحاتي سيلك سكرينينج وبانتور الويل، يعني بينتينج اويل بينتينج، واخذت كثير افكار من الميثولوجي، الجريك ميثولوجي والرومان ميثولوجي. تفاجئ انه المجتمع تبعنا ما كثير تغير من وقتها لهلا، من وقتها ما انكتبوا هالقصص لهلا بعدنا عم نعيش ذات المشاكل وذات الافراح وكل شيء هو ذاته. أول شيء أهمية النشاط اللي معمول اليوم واللي منظمته بيدرايا، إنه عم نجمع ما بين الثقافة والفن والجمال والطبيعة والنبيد اللي هو مميز، وخاصة أهميته إنه مصنوع بلبنان. معظم الضيوف اللي إجوا اليوم سمعتهم عم بيقولوا إنه حلو الواحد يطلع برات بيروت ويشوف الجمال، جمال لبنان الحقيقي كمان.
أنا بهنيون، واللي بقوله كمان هو العمل اللي موجود اليوم كمان هو بالتضامن مع نشاط جمعية بيروت ماراثون. يعني من هيك بقول إنه هناك ما يجمع ما بين الرياضة والثقافة والفن والجمال. وهدول كانوا فقراتنا لليوم بأجندة، على أمل إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون عنا نشاطات جديدة ومتنوعة. وما تنسوا كمان مرة بتذكر كل المشاهدين أنه بكرة يتابعوا أجندة عبر شاشة تلفزيون المستقبل أكيد الساعة 10:30، وتابعوا أكيد فقرات جديدة ومتنوعة وكل تنين بهالوقت عالم الصباح دايما. وكمان بتذكر أنه تعملوا لايك لبيج أجندة on Future TV. يلا فأزانا ثلاث أخبار حفظوهم وسجلوهم وزي ما نحن ناطرينك بعالم صباح جمعة الجاي. رح نتابع هلا بعد لحظات مع الوقفة الأخيرة مع الشيف شادي ورشة ملح، أكيد خليكم معنا. أنا اللي بعرف إنه روايح كتير طيبة وعم شوف تحضيرات بعدها شغالة على قدم وساق مع الشيف شادي، خلينا ننتقل لحتى نشوف وين صار ورشة ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مع الشيف شادي. معنا 20 دقيقة وأنا كنت مفتكر إنه معي 30 دقيقة. زينة جونباي هي المتهمة الأولى، أخذت لي أول شيء 10 دقايق من وقتي أنا، واثنين أخذت لي شقفة كمان من فطيرة الزعتر مع جبنة التشيدر. اوكي طيب نو اهلا وسهلا بالجميع، بس قلت لكم قبل انه على الساعة 12:24 طلعنا على الساعة 12:35 او 37 دقيقة. هال 20 دقيقة بسرعة 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 شو بلشنا؟ بلشنا نعمل عجينة متعقد بتجنن. هيدي العجينة اللي هي عبارة عن ثلاث اكواب من الطحين، حطينا لهم نص كوب من الزيت النباتي وكوب واحد من المي الفاتره. هلا مرات بيكونوا كوب واحد من المي الفاتره بتكون ناقص نتفي شوي او زياده شوي حسب نوع الطحين اللي بنكون عم نستعمله وحسب كميه البروتينات الموجوده بالطحين. دائما انا بقول كل ما يكون كميه البروتينات عاليه كل ما ياخذ كل ما ياخذ طحين مي اكثر، يعني بروتين عالي مي اكثر، بروتين واطي مي اقل، فهيك بنعجن معنا بتختلف القصه شوي صغيره. وشو عملت كمان؟ حطينا ملعقه كبيره من الخميره لهالثلاث اكواب من الطحين، ملعقه كبيره كمان من السكر ورشه من الملح، وجينا كمان خمرناها. بعد ما خمرناها جينا حشيناها. شو هي الحشوه؟ هلا اول شيء ببلش هون ولا هونيك؟ طيب لا خليني اجي لهون شوي صغيره. الحشوه هون هي زعتر، جبنة تشيدر وزعتر طازة. يعني جيت أنا برشة الجبنة فرمت الزعتر الطازة وحطيت عليها من فوق شوي صغيرة من الزعتر مع السمسم اللي احنا بنحبه هيك مع الخيار والبندورة اللي بنعمل منه منقيش. والعجينة جاهزة، على بعد شوي صغيرة رح مد وحدة وراح تشوفوها كيف رح تصير وكيف ممكن تصير عنا هيك. طلعوا الجمال. وين الشقفة اللي بإيدي؟ وين الشقفة اللي بإيدك يا شادي؟ جيبها لهون بسرعة. يا سلام على الجمال، يا سلام على الحلوين. هلا بتشوفوا كيف فينا نوصل لهالمرحله اللي وصلنا لها. اوكي ثلاثه خلوني بلش هلا بصلصه الكبه الرمانيه، حتى بس تغلي حط بقلبها الكبه وبرجع بشرح عن عجينه الكبه. طيب ولعت النار، اول شيء خلوني اطفي كمان هون من بعد اذن الكاميرا اكيد رح تفرجينا. الرز المفلفل يعني عباره عن ملعقه من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من كمان الشعيرية، حمرناهم مع زيت الزيتون أو مع الزبدة أو مع السمنة، ضفت عليهم أنا كوب واحد من الرز وبعدين كوبين من المي أو المرقة المغلية، بس اليوم ما ضفت كوبين ضفت كوب ونص لأنه نص كوب الثاني كان عصير الرمان، يعني أنا اليوم عندي عصير عامل رز بعصير الرمان لأنه بدي أقدم أوكي الكبة الرمانية مع مين؟ مع الرز على طعمة الرمان. يا سلام. أوكي يعني نحن عرفنا كيف انت بتنعمل، مشان هيك لونك شوي صغيري هيك رايح شوي صغيري على بني يعني. ماشي الحال. طنجره رقبوني مزبوط اذا بتريدوا. هون عندي 2 كوب من عصير الرمان مع نص كوب من المرقه او نص كوب من المي، يعني 2 كوب من عصير الرمان غليتهم هون مع نص كوب من المرقه، هون فاضيه بحط نص كوب من زيت النباتي او
حوالي 100 جرام من الزبدة، أوكي؟ تأعمل شو؟ تأعمل الرو. الرو هو الخليط من الدهون، يعني زيت، سمنة، زبدة، مارجرينا مع الطحين بيعملنا الرو. هاي بس نعمل بشمال يا شيف شادي بنعمل رو، مزبوط. عم بعمل أنا الرو بالزيت اليوم، وراح أسكب عليه أنا هالخليط من عصير الرمان ومرقة كمان الخضرة اللي عندي، أوكي؟ طيب حرك حرك يا شادي، حرك حرك الزيتات. سقطت 3 ملاعق كبار من الطحين فوقهم، انتبه على الفرن لانه مشعل من فوق شوي، كل شيء ماشي الحال. خلطت انا هلا او عم بخلط من شو؟ من الطحين فوق الزيت، حطينا نص كوب من الزيت، يعني حوالي ال 100 ملي من الزيت او 100 جرام فيكم من الزبده تقولوا اذا بدكم، مع 100 جرام كمان من الطحين. حركنا، عم يغلو، عم يصير انا كمان عندي شيء مثل الرو. راح اخذ انا مش شيء مثل الرو، الرو بكل معنى الكلمه، وبجي انا بسقط فوقهم هون. طلعوا كيف هل عصير الرمان مع المرقه اللي عم بغليهم. يلا يا شادي بهالطريقه، ها وبلشت عندي صلصه كريمه، يا سلام. طلعوا طلعوا، اذا لزم الامر بنزيد الباقي. شو بيكون؟ بيكون مرقه، وعندي المرقه هون على يميني جاهزه، بنسقطهم كلهم 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 وبنحرك، ويا سلام. هيدا واحد. اول شيء خلونا نشوف هون شو صار عندنا. بلشوا يحمروا، بلشوا يحمروا الحلوين، رجعوا فوتوا شوي لجوا. يلا لكن الصلصة بلشت كمان تبين. أنا عندي هي عبارة عن النص كوب من الطحين، من الزيت، حطيتهم على النار، حطيت عليهم 3 ملاعق كبار، وهلا بعد شوي صغيرة أكيد رح نكتب كمان الوصفة. 3 ملاعق كبار من الطحين يا شيف شادي، وسكبنا عليهم 2 كوب من عصير الرمان. وأنا أنا يعني بفضل تختاروا الرمان الحامض مع نص كوب من المرقة. طلعوا هيدي هي الكريمة، طلعوا كيف. بس مشان تعرفوها إذا كانت مظبوطة، دايما الشيف شادي بيتبع طريقة بيتوتية، وهي إنه أنا اليوم بشوف يعني بتطلع صحيح ما طرطشتني، ما طرط بس سميكة، يعني سميكة شوي، يعني بعد بدها شوية سائل، مظبوط. وهيدا اللي مكتوب كمان بالوصفة إنه مرقة حسب الحاجة. أنا أخذت هلا تنقول نص كوب، رح زد له من المرقة نص كوب تاني، ها بطريقة وبحرك، ونحن هون صرنا مبسوطين والصلصة صارت حلوة. طيب أنا بصير هون بهيدا المعدل بخفف النار على الآخر، أوكي يا شيف شادي. وهلا على القليلة قبل ما نقدم بعشر دقايق، أوكي، شو بيصير؟ منسقط الكبة اللي منكون عاملينها بقلب هالصلصة، يعني صارت عندي كبة رمانية، كبة مع الرمان. لك وانا اني قدامكم انا اعملهم كمان مش بشكل رماني، حتى بشكل برج، بشكل هرم، صارت كبة مصرية بامتياز او كبة سودانية بامتياز، بس كمان كتير حلوة. هلا بتشوفوا كمان كيف عملناهم. هون راح اضيف شوي صغيرة من الملح انا كمان حتى تغلي معنا هالصلصة الحلوة، شوي صغيرة من القرفة، نتفة صغيرة ما تكتروا، وشوي صغيرة انا بدي من النعنع كمان اليابس. وراح احط انا هون اول شيء، انت زيحي شوي الزيت انتم جاهزين، راح احط هون المقلي كمان مع شوي صغيرة بقلبها من الزيت، حتى شو اعمل؟ حتى اجي اقلي التوم مع الكزبرة يلي بدي احطهم على الكبة الرمانية. وينكم وينكم وينكم؟ يا سلام، واو. برموا هيك تنبرم الصينية شوي، وهون يا شيف شادي نسكر شوي، وذكروني اعملوا معروف، ذكروني انت حضرتك مدام، ذكريني بعد شوي صغيرة دقيقة تا ارجع جيبي، والا حق عليكي بيكون احترقوا احترقت الطبخة. حركنا يا شيف شادي، قلنا انه حطينا الزيت وحطينا الطحين وحطينا بعدين عصير الرمان 2 كوب، واخذوا معنا كمان كوب من المرقة، حطينا الملح وحطينا شوي صغيرة كمان من القرفة وشوي صغيرة من النعنع يابس، يا سلام. وهون كمان انت مثل ما قلت حطيت شوية الزيت، بعد شوي صغيرة رح تقلي التوم والكزبرة، اكيد الطازة المفرومين. وهون عندنا كمان الكبة، هلا صار وقت انه الكبة نجي نحن نسقط الكبة بقلبها. ليكوا شو حلوين، والرزات جاهز، والكبة بدهم 10 دقايق بيكونوا جاهزين بقلب هالصلصة الحلوة قلبة عقد. ها حركوا حركوا شوي، يعني ما ضروري تجي نحرك ساعة حتى الكبة ضل اخدها منظرها وشكلها. وعم نكتب قدامنا الوصفات. طيب لازم تعمل شيء يا شيف شادي هلا، يعني لازم نعمل شيء، اوكي. خلونا هون هيك وين يكون؟ ايه كبة. وقية من اللحمة مفرومة ناعمة مع كوب واحد من البرغل الناعم.
كوب واحد من البرغل الناعم بنكون نحن نقعينه قبل شي دقيقتين ثلاثه او مغسلينه ومنحطهم مع بعضهم، وايه مع كوب واحد من البرغل الناعم الابيض انا بفضل. اوكي، وشو بنعمل بعدين؟ بصله مفرومه ناعمه بقلبهم، ملح وفلفل بقلبهم، وشويه قرفه اذا بدكم، وشويه نعنع كمان يابس، كلهم مع بعضهم هيك هيك هيك. وبنجي نحن بعدين شو بنجي بنخليهم شي ساعه بالبراد، بعد ساعه بنطلعهم لبرا يا شيف شادي، ايدينا شويه مي، ناخذ شوي صغيره من الكبه، طلعوا فيني شوي صغيره، رح انا اعملكم وحده كمان قدامكم، طلعوا رح وطي النار هون يا شيف، عينك على الجميع، مدام ذكريني قلنا لك يا مدام ذكرينا بالفرن. براو، اوكي، طلعوا هيدي هون كيف صارت انا عندي هالقطعه، لقوا كيف بعمل، بعمل صبيعي بهالطريقه، طلعوا. شفتوا مثل كأنه عم نعمل منقار؟ طلعوا كيف ها؟ طلعوا. شوفوا انا على ايدي، اذا شايفين، طلعوا هول صبيعي، وين؟ ها 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 لك ها ايه ايه لك مش عم بعرف صبيعي كيف بدي احطهم على الشاشه، ها لك من اليوم هول الصبيع ها طلعوا ها طلعوا شفتوهم كيف؟ بهالطريقه بهالطريقه طلعوا ها هبلا شفتوها كيف؟ يعني شغله كمان كثير هينه، بنرجع كمان نعمل وحده ثانيه، لانه في عالم ما انتبهوا كمان مزحنا شوي، خلونا بناخذ هالشوي صغيره من الكبه بنعملهم هيك، بنحط على ايدينا شويه مي وتطلعوا، بنعمل هيك بايدينا شفتوا كيف؟ هيك وبنحطهم بايدينا تطلع ها، بنكبس من هون اصبع من تحت واصبع من فوق، بنعطيها كمان هالشكل كمان الهرمي الحلو شفتوها؟ اوكي، هذه هي كمان بتكون خلصت خلصت قصتنا وقصه الكبه الرمانيه خلصت، وليكو ما اسهلها. وكمان في اشخاص بيحبوا يحشوا الكبه الرمانيه، يعني نحن اوكي بنقول شو معيت حشي؟ بيعملوا حشوات من العدس، حشوات تنقول ها واو بلشوا يجمدوا كمان عندي صاروا بيعقدوا جميلين، حشوات من العدس، حشوات من الحمص، حشوات من اللحمه، حشوات من الحشوه يلي بيحشوها بقلب الباذنجان المكدوس اللي في بقلبها رمان، بتعرفوها هيدي الحشوه بتعقد بجنن، مره كمان حكينا عنها، بيحشوا كمان الكبه، بنفتح اول شيء هالثقب بقلب الكبه، بنحط الحشوه بنرجع بنعملها كمان بشكل رماني مبرومي او بشكل كمان مطول. شغله ولا اهين من هيك. طيب بس ضل عندنا شغله، اوكي خلونا هون بس نغسل ايدينا بسرعه بسرعه يا شيف شادي، وننتقل تورتليني. تورتليني معناتها معناتها رافيولي؟ لا يا شادي، الرافيولي هني بيجوا كري بس نفس العجينه، التورتليني بينعملوا مثل شيش البركه، كانوا صغار قدامنا، في منهم تورتلوني بيكونوا اكبر، محشيين كمان بيكونوا تنقول سبانخ، او محشيين بيكونوا لحمه او جبنه او صومو اللي بدكم اياه، واذا الله راد بوعدكم انه بالايام المقبله رح نعملهم قدامنا التورتليني والتورتلوني والرافيولي والميزالونا وهودي القصص كلها سوا بحشوات كمان مختلفه. يا سلام على هالمشهد الحلو. بعد شوي صغير انا برايي ليش بدنا نقدمهم؟ بنحط الصينيه كلها على نص الطاوله وخلصت القصه. طيب كيف انعملوا؟ دقيقه عجين لك لك ما اسرعني لك ما اسرعني ها انا هون وانت ليش انت هون ها. راح اخذ سكينه صغيره والسكينه هي بيجي انا باخذ شقفه من العجينه شقفنا العجينه هيدي شقفه ما راح اعمل اكثر من وحده وراح احط كمان هون العجينه راح اجي انا اخذ حط العجينه بقلب الطحينات طلعوا شو حلوين يعني انا عندي عجينه عجنت العجينه وكتبتوها قدامكم صار عندكم العجينه هالعجينه خمرت بعد ما خبرت العجينه يا شيف شادي جيت انا قطعت منها شقفه مثل ما عملت هلا وشو جينا عملنا؟ مرقناها بالطحين وعملناها بايدينا شوي صغيره وجبنا شوبك اذا في اصغر من هذا بيكون احسن كمان طلعوا كيف ها؟ ليكو ما احسنني ها؟ واحد ليكو ما ليكو ما مش ما اشطرني هي العجينه منيحه حطها مزبوط حطها مزبوط حش بقى كتر حكي على الفاضي يلا اوكي مدوها مزبوط انا عملت منيح قال مع الشوبك او مسحناه قال شوي صغيره بالمي قام علق لنا العجينه ليكو شو حلوين شفتوا العجينه كيف ناخذ نحن الحشوه اللي بدنا اياها حطوها بالنص للشدر مع الزعتر مع شو ما بدكم يا سلام على الجمال طلع سكرنا ان سكرنا دو سكرنا تروا سكرنا كاتر برمنا سانك مزبوط من بعد ما نبرم سانك بنرش شوي صغيره من الطحين وبنجي يلا بس بشرط انه العجينه او الجبنه او الاشياء اللي بقلبها ما تطلع على برا مزبوط الكلام يعني انا طلعوا شو عم بعملها شوي صغيره يا سلام يا سلام شو بعمل بدهنها بشويه زيت بحط على وجهها شويه سمسم وبنحطها بالفرن بيصيروا مثل اتباع الاحباء الصغار يعني ها لكم شو حلوين هلا رح شيل هون انا قدامي هيك رح اخذ محرمي ونجي نمسح قدامنا يا شادي ها خدنا
ونحن نجي لهون ونشيل التورتليني لهون، اخذ انا ونجيبهم من الفرن. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. هودي ترويقة بعقدوا، أوكي، بس يكون عندنا أصحابنا. وأكيد أنتوا أخذتوا الفكرة، وبس تاخذوا الفكرة أكيد فيكم تعملوها أكبر وفينا نعملها أصغر. يعني نحن الفكرة الموجودة، طلعوا هيدي أنا عملتهم كبار، أحلى ما تاخذوا معي كثير من الوقت، أما أنتوا فيكم تعملون أكيد أصغر بكثير. اللي هي هيدي صارت هيدي، يعني شغلة ولا أهي من هيك. حرارة الفرن بتكون على 180 درجة. هي ما قلت شغلة، ما قلنا شغلة، كنا نسينا نقولها. العجينة من بعد ما نحشيها هيك بدنا نتركها نص ساعة تخمر مرة تانية، وبعدين بنحطها بالفرن. برجع بعيد، هالشغلة أساسية. العجينة مثل ما شفتوها هون بدنا ننطرها تخمر على القليلة ساعة مرة تانية، أوكي؟ من بعد ما تخمر المرة الأولى العجينة لوحدها. وهيدي هون بعد ساعة رح احطك بالفرن. بتعرفي الكبة هون وين صرنا؟ يا سلام يا سلام يا سلام. طلعوا طلعوا الكبة، رح شيل اثنين. ياخ يا امي امي الرمان يا ماما. اوكي، وهون كمان يلا الرزيت بعقده. هلا الشيف شادي بيولع هون. وغيدة بس شميت الريحة جيدي، ها؟ ابي شو اسمه ابدا قبل ما يستوى ما كان جاي على بالي. سوري، بتتذكر كيف كانوا يعملوا بتوم ان جيري؟ كيف لما بتطلع هيدا هيك الرمش بيعمل هيك وبيعمل هيك؟ لا، هيدي الريحه اللي بتطلع هيك كمان وبتظهر من برات الشباك. لا، بيكون نايم بشم الريحه وبهيك نفس الشيء. فهيك نفس الشيء لا صار. هيك نفس الشيء صار معي وجيت لعندك. طب ليك صار معك نفس الشيء، تعي شوفي نفس الشيء هون. وزينك كنت عم تاكل وتستمتع. ليك هون شوفي شو صار. شو صار؟ ليك التوم، ليك الفلافل الحلوة، ليك صوص البيستول الشيف شدود عملها هذيك مرات. صنوبر وتوم مع البارميزون تشيز وزيت الزيتون فوق والحبق وهالقصص كلها سوا انعملت. يا سلام. هون طلعوا كمان شو عملنا. يا 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 يا. رح اخذ شوية ركة من هون يا شيف شادي، وما حدا يقول لا. شوية ركة لأن كمان فيكم تعملوا اوكي بالحبق إذا بدكم، بس نحن مش متعودين ناكل وراق حبق، بس فيكم تعملوا الركة بيستو وهيدي كمان عملناها. كمان عم هيك طلع هيك شو عم بيصير. يلا ليك هون شو عم بيصير. فرجينا شو عم بيصير. ليك هون شو عم بيصير هيك. يلا ايه، وبجي انا لهون. اوكي، حط عليهم التورتليني. نعم. نزلوا كلكم سوا. والتورتليني كيف متصرف معهم يا غيدة؟ كيف نفس الشيء؟ كيف بلطف. كيف انت بتتصرفي معهم بلطف؟ نوع من الباستا بتتصرفي معهم، بتصرف معهم اهم شيء بلطف. واو، طلعي كمان اللطف، طلعي الجمال، طلعي كمان اللطف. ها شفتي كيف؟ هلا توم، فلافله حلوه، صوص البيستو كلها سوا، وبعد شوي صغيره من زيت الزيتون. طبيعي، ما في مجال ما تقولي شيء يعني. ها، ما تقولي ما تقولي ما تقولي ما تقولي. وبعد في انا بقول بعد في شغله اساسيه لهذا الموضوع. شو بتقولي مين هي؟ يلا شو بتقولي الاساسيه لهذا الموضوع؟ شو بتقولي؟ انا بدي اقول من بعدك يا شيف شادي. لا بشرفك قولي. بشرف شي من عائلة جوز الهند بيقربوا بعضهم. من عائلة جوز الهند؟ شي بخربطوه مع جوز الهند. شو هو؟ شو قولك يا حسين؟ من عائلة جوز الهند؟ خلص وقفت شغل. شو من بعد ما دقته هي بدي وقفت شغل خلص. شو من عائلة جوز الهند؟ عم بحذرني في جوايز. طيب اذا في جوايز لعز بقلبي يعني برمزان. شو عم تحط برمزان من عائلة جوز الهند؟ شو بكي؟ طلعي فيهم طعم بس ما كانت معروفة قبل. سوري مش طعم، هيدي جري. نعم سوري. لا طعم تحطيهم حد بعضهم جوز الهند وهول طعم. ما فيك تقولي مش من عائلة جوز الهند. من عائلة جوز الهند فكرت شيء يشبه طعم جوز الهند. الله ما مر يعني هن من العائلة، بتعرفي كيف يعني هن خلقوا سوا وافترقوا بايطاليا. هيداك راح على الهند عرفت لاقيه وعيشوا كل واحد لوحده. والبارميزان. اوكي والبارميزان. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال. طلعي كمان الرزيت المعمولين مع وقفوا شوي تيس معبيكم هون. طلعي شو حلوين. معمولين مع عصير الرمان، شرحنا عنهم يا شيف شادي. صحيح، مشان هيك لونهم غامق. وهون كمان ها ولعنا. ليك شو رح يصير لما ولعنا هون. اخر ضربه بعد عندي 30 ثانيه. ليك شو بيصير في الكبه الرمانيه. طلعي هون ناطرينها نحن. طلعي هون التوم والكزبره. نعم. من بعد انت ما تطلع تفوح
التوم والكزبرة، طلعي 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 التوم، التوم والكزبرة تفوح. انت معي ولا مش معي؟ معك. تفوح 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 وتفوح ويلا تفوح بقلبها بهالطريقة. يا سلام، نعطيهم كبة. يلا 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 ها، وبنجي نحن طلعي 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 تفوح. وهيدي هون رح نشيل أربعة من الكبات أبدا، ها على القد. يلا طلعي وين؟ دايما على القد معك. وأنا مزبوط. بشكركم كثير، طلعوا بهالكبات الرمانيات. لقائي بكره معكم كمان بوصفة أجمل من اليوم. وكمان كمان ناطركم تعملوا الكبة الرمانية وتقولوا لي قديش طيبة. ميرسي شادي، ميرسي يا ليلى، ميرسي للجميع، ويعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية. أكيد نحن بنرجع بنشوفك بكره مثل ما قلت. أكيد بقية نهار حلو. يا ريت بس تعطيني كاميرتي الله يوفقك. بس فيني أحط كبي بعد؟ باخذ فادي، فادي قرب شوي على الفيات لنقدر نحكي ونترك الصحون. ألف صحتين. أكيد عن جد الريحة كثير طيبة. يعطيك ألف عافية شيف شادي. نحن مودع المشاهدين، بقية نهار حلو وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نحن بنرجع بنلاقيكم بكره تمام الساعة 10 بتوقيت بيروت بعالم صباح جديد. أنا بلاقيكم الأربعاء بالسينما. باي. I came across a